موجز لأهم الأنباء من القدس دوت كوم رام الله فلسطين. أهلا بكم. مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بجروح جراء نشوب حريق في مخيم تل أبيض للنازحين السوريين في الرقة، وتواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم اليرموك بعد استشهاد 4 فلسطينيين أمس ومحاولات لإعادة الحياة فيه. الرئيس محمود عباس يلتقي بالمبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل في عمان مساء اليوم لبحث استئناف العملية السلمية بعد انقطاع دام لشهور بسبب الانتخابات الأمريكية. جماعات يهودية متطرفة تقتحم أمس مسجد النبي داود الواقع في حي آل الدجاني جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك في القدس. وزارة الصحة بالحكومة المقالة تعلن عن إصابة 4 مواطنين بمرض إنفلونزا الخنازير H1N1 في قطاع غزة وعلاجها من قبل الطواقم الطبية. مرشح الرئيس الأمريكي لوزارة الدفاع تشيك هيجل يؤكد دعمه الكامل لإسرائيل بعد تعرضه لانتقادات أعضاء جمهوريين في الكونغرس بسبب مواقفه في قضايا الشرق الأوسط. وأخيراً، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار المنخفض الجوي في كافة المناطق، وتكون الأمطار شديدة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً. نهاية الموجز، أترككم مع الموجز الرياضي والزميل محمد العدم. إلى اللقاء. الموجز الرياضي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الرابعة على التوالي، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وزميله في برشلونة أندريس إنييستا. برشلونة وريال مدريد يسيطران على الفريق المثالي للعالم للعام 2012، والذي تكون بكافة أعضائه من الدوري الإسباني بخمسة لاعبين لكل منهما، بالإضافة إلى مهاجم أتلتيكو مدريد فالكاو. إلى بطولة خليج 21، المنتخب القطري يسعى لتحقيق الانتصار لتجنب الخروج المبكر عندما يواجه منافسه العماني والبحرين والإمارات في لقاء لا يقبل القسمة على 2. المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا يؤكد عزمه العودة للتدريب الموسم المقبل، نافيا في الوقت ذاته ارتباطه بكلمة مع أي ناد حتى الآن. أخيرا، المدير الفني للمنتخب البرازيلي لويس سكولاري يراهن على دخول مواطنه الصاعد نيمار قائمة أفضل 3 لاعبين في العام المقبل. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلن اتحاد لجان العمل الزراعي بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية عن توزيع نحو 127 طنا من البذار المقاومة للجفاف في قرى محافظتي بيت لحم والخليل. كشفت وزارة الزراعة الجزائرية أمس الاثنين عن ارتفاع الناتج الزراعي في البلاد بنسبة 32% لتصل قيمته إلى أكثر من 29 مليار دولار خلال الموسم الماضي. توقع مسؤولون أمريكيون في البيت الأبيض انهيار الاقتصاد الإيراني خلال أقل من 3 أعوام بعد العقوبات المفروضة على طهران خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المصادقة على عقوبات مصرفية تطال احتياطي البلاد من العملة الصعبة. قال محللون اقتصاديون إن حالة عدم الاستقرار السياسي التي عانت منها القاهرة مؤخراً أثرت سلباً على جهودها لاستعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج من قبل مسؤولين في النظام المصري السابق. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل.